بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلكة الليمون هي من أروع الدلكات أو بما تسمى بالتبريمة، الرائعة جدا لتفتيح الجسم، كل مناطق الجسم، الرقبة، الإبطين، كل مناطق الجسم تنفع لها هذه الدلكة. عبارة عن حبة ليمون كبيرة بقشرها ولبها، حبة ليمون كبيرة، اغسليها جيدا، قومي بتنظيفها جيدا، قطعيها إلى قطع صغيرة بلبها وقشرها، ضعي عليها مقدار كأس من الماء أي كوب ماء، ضعيها على النار واتركيها حتى تطهى جيدا، يعني تنسلق جيدا، واحتفظي بالماء اللي تطهى فيه. ونحتاج لملعقة كبيرة من النشا، أو يمكن استبداله بدقيق القمح أو بالدقيق الأبيض، أو كذلك يمكن استبداله بدقيق الشعير أو بدقيق أو بالنخالة أي الردة. هذه هي الاستبدالات اللي يمكن تستبدليها بها. أول شيء نأخذ خلاط نضع فيه حبة الليمون مقطعة بمائها، ونضرب ونخلط بالخلاط، عفوا من صوت الخلاط. بعدها نضيف ملعقة كبيرة من النشا، ملعقة كبيرة من النشا، ونخلط. نتحصل على هذا الكريم، نتحصل على هذا الكريم. حصل على هذا الكريم دلكة الليمون. بعد ما تتحممي قبل الشطفة الأخيرة، ضعي هذه الدلكة على كامل جسمك، الرقبة، كامل الجسم، حتى القدمين، حتى الأظافر، الأيادي، الجسم. اللي بشرتها مش حساسة يمكن تستخدمه حتى للوجه، بشرة الوجه، الرقبة، من الأمام، من الوراء، كل جسمك. اتركيه على جسمك مدة 20 دقيقة حتى ينشف، ثم اشطفيه بماء دافئ ثم ماء مائل للبرودة. هذه الدلكة تعمل على تفتيح لون الجسم من أول استعمال، بياض رائع، لمعة رائعة، وكذلك ترطيب مدهش. راح تجربوا الوصفة وراح تنال رضاكم. بالنسبة للعرائس المقبلات على الزواج، يستخدموا هذه الدلكة بشكل يومي لمدة أسبوع كامل، وراح يلاحظوا بياض ناصع، جسم مثل المرآة، ناعم، وكذلك يفتح الجسم والمناطق الداكنة تحت الإبط، الركب، الكوعين، الرقبة. استعمليه لكامل جسمك. قلت صاحبات البشرة الحساسة يعملوا تيست الأول، يعني يعملوا تجربة، إذا ما تحسست منه البشرة بسبب وجود النشا، يعمل على إزالة الالتهابات
ممكن تستخدميه على كامل الجسم. إذا تحسستي منه يمكنك تعويض الليمون بالبرتقال، لهما نفس العمل. احتفظي بهذه الدلكة أي البقية، احتفظي بها في الثلاجة لمدة أسبوع، مش رايحة تفسد. اللي حابة تعمل منها كمية كبيرة تقوم بعملها في الفريزر، يعني كل كمية تحتاجيها باليوم الواحد لجسمك اعمليها في الفريزر، وقبل الاستحمام اخرجيها من الفريزر واستخدميها بشكل عادي ومش رايحة تفسد. وإن شاء الله الوصفة تنال رضاكم. أتمنى الاشتراك في القناة، وذلك من أجل دعمي على الإستمرار. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.